تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للمشاركة في القمة الاقتصادية العالمية لمجموعة العشرين. وقال المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي إن الدعوة التي نقلها سفير الياباني بالقاهرة تأتي استنادا لما كانت مصر في إفريقيا ورئاستها للاتحاد الإفريقي ولعرض تجربة مصر التنموية الواعدة للإصلاح الاقتصادي الشامل ورؤيتها لسبل تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي التنمية في القارة السمراء. من المقرر أن تنعقد قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية خلال العام الجاري.